بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض الأسطر عن كتاب يحمل عنوان كتاب الرسالة في الإثبات وجود أهل السماء سكان الفضاء. فصل في ذكر المهدي. روى نعيم ابن حماد: تفرح بظهوره أهل السماء وأهل الأرض، أي سكان الفضاء وسكان الأرض. وفي رواية أبي داود: تفرح بظهوره ساكنة السماء وساكنة الأرض، أو كما قال. وهذا اللفظ أقرب إلى المصطلح الذي نستعمله للتعبير عن الفضائيين والمخلوقات الفضائية، وهو ساكنة السماء أي سكان الفضاء. فسبحان الله، هذا دليل صارخ على وجودهم. فلماذا الإنكار والعناد من البعض؟ فقد يكفر المرء بشيء ثبت في القرآن والسنة ويكذب به، لأن قلبه وعقله لا يقبل هذه الأدلة الشرعية بسبب الحرب الوقائية التي قام بها الغرب، وخصوصا هوليود، بتصوير أفلام تسميها الخيال العلمي، وهي حقيقة كائنة موجودة أوجدها الله عز وجل، ويسفهون كل من يخوض في مثل هكذا حديث، فينعت الذي ينافح ويدافع عن حقيقة وجود سكان الفضاء والبحار السبع والعمالقة والأقزام والديناصورات والتنانين والاستنساخ والتقمص والسفر عبر بوابات السماء لتليبورتاسيون ومخاطبة الضمير أي الوسواس والإيحاء لتليباتي والتهجين بين الإنس والجن وبين الجن والإنس والحيوانات وغيره ذلك من أمة القطرب والسعالة وأمة الرجل الوطواط والدراكونيون، بأن كل هذه الأمور من السينما لا أصل لها في الكون، وبأن القرآن والأحاديث النبوية التي تتحدث عن هذه الأمم وعن هذه الأمور مجرد أساطير وخرافة، وأن الإسلام دين خرافات وأساطير. فعليهم من الله عز وجل خالق كل شيء، والذي يخلق ما لا تعلمون، ما يستحقون، لأنهم جعلوا من الباطل حقا. والمصيبة أن خلق كثير من المسلمين يتبعونهم في هذا، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه، والله المستعان. أخي العزيز، أختي العزيزة، بعدما سمعت ورأيت من صور وأفلام وأشرطة علمية وتاريخية وعن الحقيقة والخيال والمصدوق والمكذوب والطبيعة وما وراء الطبيعة وما كان وما هو كائن من النبوءات الثابتة في الكتاب والسنة وأسفار التوراة ونصوص الإنجيل ومن أخبار الأمم الأخرى التي لهم أديان حرفت وأنبياء عبدت وحقائق حولوها إلى أساطير، تشكلت في ذهني أنا العبد الضعيف صورة عن ماهية هذا الكون والكائنات التي أودعها الله تعالى فيه. فأردت بهذا الكتاب أن أشاطركم تصوري للأشياء كما سأعرضها، وأنا في الحقيقة أعرض فكرة ورأيي ولا ألزم به، فالعلم عند الله. وأعود وأقول أنني قد أرجع عن هذا الذي أظنه لو وجدت ما هو أبلج في الإقناع دليلا. فأنا بكلامي هذا لا أريد الإشارة إلى بعض المسائل، ولا أريد أن أعاند وأجادل أحد. كل ما أرجوه هو إثراء النقاش في مثل هذه المواضيع، والله المستعان. والقرآن أخي الكريم، أختي الكريمة، نزل على سبعة أحرف، فقد يفهم من المفردات الواحدة سبعة أفهام أو أكثر، وقد يريد الله ذلك كله. فمن إعجاز القرآن أنه يحكي قصة كاملة في بعض أسطر ولا يفوت شيئا من أحداثها، وكذا في السنة النبوية. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب. عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة موجود في السنة والكتاب المحفوظين بحفظ الله تعالى. وقد يشكك الله
وقد يكشف الله لمن يشاء من أسرار الكون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن. وقال: خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. والتدبر في الآيات المقروءة والآيات التي تحيط بنا، وطلب العلم بكل أصنافه وتقييده، والمقارنة بين القديم وما يجد منه، ومحاولة الربط بين ما في الكتاب وكل اختصاص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الاختصاص كل في مجاله، والله أعلم بالصواب. وهذه النظريات هي محاولة لإسقاط الأحاديث على الواقع، وكذلك الآيات القرآنية، وهي مسائل ظنية على سبيل المدارسة والتفكر. قال الشيخ ابن عثيمين: الحديث الصحيح نؤمن به قبل وقوعه وبعد وقوعه، والحديث الضعيف يستأنس به قبل وقوعه ويدرس، فإن وقع الواقع يصححه، والله أعلم. وافقه المتحولات والمتغيرات، ليس من البدع كما يقول البعض. فالبحث في أمور الساعة وإسقاط الأحاديث الثابتة في الأثر على ما كان وما يكون، هو محاولة تدبر ومجرد تفكر مندوب لا يترتب عنه حكم شرعي، والله أعلم. وعلى المسلمين طاعة الله ورسوله، على ثم العلماء، علماء الأمة، بالطاعة المبصرة لا بالطاعة العمياء. هذا هدي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر كما بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ. وقال الله تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تحروا عن الأمر وابحثوا في هذا المبحث والخبر، ولا تردوه بالعاطفة والعقل عنوة، لأنه لا تستسيغه أفهامكم، والله أعلم. لهذا لا يجب رد كل الأخبار التي تصلنا من أهل الشرق وأهل الغرب، من الكفار ومن نصارى ويهود ومشركين وبوذيين، فيجب دراسة هذه الأمور كلها. وقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنها الحق. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: ولكل نبأ مستقر. قد يقول البعض: لماذا لم يذكروا السلف هذه الأمور عن سكان الفضاء وكذا؟ بل ذكروها، لكن لكل نبأ مستقر، والله أعلم. وقوله تعالى في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي ثم بعد فترة يظهر بيان القرآن وتفسيره وشرحه الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. فصل: في بعض العلماء المسلمين الذين يكتمون الأدلة من السنة والكتاب على وجود مجتمعات من الإنس والجن في الفضاء والكواكب الأخرى والخلق الذي لا نعلمه، يأجوج ومأجوج، ويسمون من يخوض في هذه العلوم والبراهين بفضول العلم، والأولى الاهتمام بما هو أهم وترك الخوض في هذه المسائل، ويغلقون ويضيقون واسعا كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فصل: الشيطان منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام يدرس البشر الإنسان الأجوف، ويبحث عن نقاط ضعفه للإيقاع به. ونحن لا نحاول دراسة هذا العدو ومهيته المادية
ووسائله التكنولوجية التي يوهم البشر بأنها خوارق لا يستطيع أن يصل إليها الآدمي، مع أن شريكه في الملك هو من طينتنا المسيح الدجال. فمعارفه التي آتاه الله تعالى إياه من باب الابتلاء، هو وأولياؤه الجن والإنس يحتكرونها لأنفسهم. وبالبحث والدراسة في هذا المجال نتعرف على مداخل الشيطان، ولا شك أن ما نحن ندندن عليه من معارف يمكن اكتسابها، والله المستعان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله أعلم. عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة موجود في السنة والكتاب المحفوظين بحفظ الله تعالى. وقد يشكك الله وقد يكشف الله لمن يشاء من أسرار الكون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن. وقال: خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. والتدبر في الآيات المقروءة والآيات التي تحيط بنا وطلب العلم.